ربيع عربي جمع الجاليات الليبية والعربية في نادي النجمة لصاحبه فهم الشامي. فالربيع العربي هنا هو مسابقة رياضية لكرة القدم جمعت عديد الفرق العربية والليبية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. نحن سيدي جايين هنا نساعدوا في اخونا فهمي عاد على الدوري عرفت، وعشان نطلعوا النخب هذين الليبيه عشان ان شاء الله يمثلونا في ليبيا وفي المكانات الاخرى ان شاء الله عرفت، مع المنتخبات اللي غادي في ليبيا حتى هم ما شاء الله عليهم. عندنا نحن فرقان غادي في ليبيا وعندنا شباب عالي العالي يعني. جايين زيارة من فلوريدا لجورجيا بمناسبة دورة الربيع العربي. أولا في البداية نترحم على الشهداء اللي استشهدوا في سبيل ليبيا وعلى جرحانا المفقودين، وإن شاء الله يرجعوا بالسلامة، وإن شاء الله نتمنى جايين مشاركة من فلوريدا بشباب ليبيين يعني مشاركة رمزية، وجينا 7-8 ساعات باش نشجعوا الفريق متاعنا ونتمنى لهم النجاح وإن شاء الله خير يعني. كان من ضمن المفاجآت في هذا الدوري هو حضور السيد سالم الأبيض رئيس نادي الاتحاد الرياضي بطرابلس. طبعا زيارتي هذه انا كان عيب ابني في فلوريدا وزرته وتعرفت على مجموعه من الجاليه الليبيه التي هي شرف ويسعدني انني التقيت بهم وتعرفت عليهم، والحقيقه كانت لقاءات دائما، وزي ما قال الاخ عيسى دائما تكلمنا في موضوع الكوره وشرح لي ان الاخ فهمي الشامي موجود في جورجيا ولديه طبعا ميادين في كرة القدم ويرغب في التعرف على الناس من ليبيا طبعا. بمناسبة هذه الزيارة طبعا الأخ عيسى مشكور رتب هذه الزيارة واحنا الآن في جورجيا، وطبعا أنا سعدت بلقاء الأسرة الليبية والجالية الليبية وفي اللحمة الوطنية اللي احنا افتقدناها لمدة طويلة، ونتمنى لليبيا والليبيين الخير ويعم الخير على كل أنحاء ليبيا، ليبيا العظيمة، ليبيا الحرار، ليبيا إن شاء الله التقدم والازدهار، وليبيا الوحدة، وليبيا إن شاء الله نتمنى لها كل تقدم وازدهار. طبعا بهذه المناسبة نتمنى التقدم لجميع الجالية في جورجيا وفي فلوريدا بجزيل الشكر والعرفان، ونتمنى أن تزيد هذه الرابطة وتزيد هذه اللحمة. وطبعا أنا على أتم استعداد على الأقل في أن نبدي كافة مجهوداتي وخبرتي في المجال الرياضي المتواضع مع الأخ فهمي إذا كان هو يرغب في زيارة ليبيا ويرغب أن يدير أي مشروع في ليبيا، فإحنا تم استعداد أن إحنا نتعاون، وكل هذه من أجل ليبيا طبعا، ليبيا اللي إحنا نحبها كنا لا شك يعني. فتحياتي لجميع الجالية هنا في جورجيا وفي فلوريدا، وأتمنى لكم التوفيق والازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فهمي الشامي. نحن نحتفل في هذا اليوم المناسب بالربيع العربي، قايمين بدورة لكرة القدم في نادي النجمة في ولاية أتلانتا جورجيا في الولايات المتحدة. وبدينا في الفترة الأخيرة بعد ثورة نتبعه في الكرة الليبية، وكلمنا بعض الفرقان في الولايات المتحدة يجوا يشتركوا معنا في هذه المناسبة، وجت بعض الفرقان الليبية من فلوريدا ومن مناطق أخرى، ونحن إن شاء الله في هذه الفترة نحاول نتعرف على بعضنا ونتعرف على الكرة الليبية
في ليبيا، وامنيتنا ان شاء الله ان نحن نساهموا في تغيير الرياضة في ليبيا، وننظروا إلى نظرة جديدة لهذه اللعبة الجميلة، ولنا اتصالاتنا إن شاء الله في ليبيا ببعض النوادي، ويشرفنا الأخ سالم رئيس الاتحاد نادي الاتحاد في طرابلس في هذه المناسبة، وتعرفنا عليه وإن شاء الله تكون عرفة خير. ونحن نتمنى إن شاء الله أن في الفترة القادمة أن سنرجع إن شاء الله لليبيا ونشارك في ونساهم في الرياضة والكرة الليبية الجديدة إن شاء الله. في هذه المناسبة الطيبة وبعد سقوط نظام الطاغية معمر القذافي، أرى جمع من شباب ليبيا في المغترب. أغلب هؤلاء الشباب هم من الطلبة الموفدين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وها نحن نلتقي في نادي عريق في ولاية جورجيا مدينة أتلانتا، قام على تأسيسه منذ زمن يتراوح من تقريبا 10 سنوات أو أكثر. الأخ والصديق المناضل فهمي الشامي، فهمي الشامي تربطني به علاقة شخصية وطيدة منذ الثمانينات في معركتنا مع الطاغية القذافي. وفهمي إذا أردنا أن نسرد جزء من حياته الرياضية لا أستطيع أن أوجزها في بعض الكلمات، ولكن إذا سمح لي فهمي الحقيقة كان من اللاعبين الكرة المميزين في ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية، وللأسف الشديد ونظرا للوضع السياسي في ليبيا لم يتمكن من أن يوظف هذه الموهبة لخدمة بلاده ليبيا، ولكن الآن أتيحت له فرصة، وإن شاء الله من جانب آخر كخبير في كرة القدم بإمكانياته ومؤهلاته الراقية، وتشهد له الولايات المتحدة على كافة القطاعات. أتمنى ومن خلال هذا المحفل الرياضي الرائع ومن خلال لقاء بالسيد الفاضل مدير نادي الاتحاد الرياضي أن يكون هناك حوار وبدء في طرح ما يتعلق بخدمة الرياضة في ليبيا وما أمسنا إلى هذه الخدمات. وأعتقد من خلال خبرته يستطيع فهمي أن يساهم إن شاء الله مساهمة إيجابية في بناء أسس وأطر صحيحة تتمشى مع العصر، وبإمكانيات ليبيا الهائلة وبإمكانيات شبابها الذي لا يستطيع أحد أن ينكر هذه المواهب التي نراها وقد أهدرت طوال 42 سنة الماضية، أن تتاح له الفرصة وتتاح كذلك الفرصة لأولئك الشباب أن يلتقي جميعا ويقدم برنامج رياضي متكامل. وأنا على ثقة من أن اللاعب القدير والمدرب القدير فهمي الشامي من أن يخوض هذه التجربة بنجاح، هو وقد خاض هنا في هذه الولاية ولاية جورجيا مدينة أتلانتا. وكما ترى عن كثب ما قدم هذا النادي العريق في هذه الولاية من خدمات لأبناء